أحبائي متابعي وزوار القناة، سعد الله وقتكم بكل خير. هذه الحلقة غادي نستحضروا فيها روح المناضلة المرحومة سعيدة المنبهي، وهي وجه نسوي معروف لدى الأوساط الطلابية والحركة التقدمية مراكش والمغرب. سعيدة المنبهي تولدت عام 1952 بحومة سيدي بن سليمان الجزولي وترعرعت في حومة رياض الزيتون. قضت طفولتها بنفس الحومة. كتقول عليها الوالدة ديالها أنها ما لقاتش معها صعوبة في تربيتها، كانت متواضعة مجتهدة، كتطلع باستمرار، كتحب الأطفال، وكانت دائما وهي في طريقها لدارهم كتصحب مع الأطفال قصد إطعامهم، وبدورهم كانوا كيعترضوا طريقها باش يقدموا لها الزهور. حصلت على شهادة البكالوريا في ثانوية أبي العباس السبتي بمراكش سنة 1971، وبعد ذلك التحقت بالعاصمة الرباط باش تتمم دراستها الجامعية، وحصلت على الإجازة دراسات الإنجليزية بكلية الأدب جامعة محمد الخامس. اشتغلت أستاذة في السلك الأول كتدرس اللغة الفرنسية بإعدادية الخوارزمي بالرباط. عرفت بين رفاقها مناضلة في صفوف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب قبل ما تلتحق بالاتحاد المغربي للشغل، أو غادي يستقر بها شغفها النضالي في الأخير منطمت إلى الأمام ذات التوجه الماركسي الليليني. وكتشار إلى أن سعيدة المنبهي أخت المناضلة عزيز المنبهي رئيس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بعد مؤتمره الخامس عشر لسنة 1972. هي شاعرة مغربية كتبت الشعر بالأظافر والدم، كذلك ناشطة يسارية في عام 1975 تحكم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة القيام بأنشطة مناهضة ومعادية للدولة. في سجن الدار البيضاء قامت سعيدة بإضراب عن الطعام، وتوفات في اليوم 36 من الإضراب. والجدير بالذكر أن سعيدة المنبهي كتعد أول شاهدة عربية في إضراب عن الطعام من أجل النضال، وكتعتبر أيقونة للتضحية والمثابرة والصمود بالنسبة للشباب والطلبة المغاربة، ومصدر إلهام للنضال اليساري. ووصفها الشاعر عبد الله زريقة بإمرأة أحبت الضوء. تاريخ اعتقالها كان في 16 يناير 1976، كان السن ديالها انذاك عند الاعتقال 24 سنة. تاريخ صدور الحكم كان في 14 فبراير 1977، وتاريخ الاستشهاد ديالها كان في 11 جنبير 1977، ومكان الاستشهاد مستشفى نوروشد دار البيضاء، والسن ديالها كان انذاك عند الاستشهاد 25 سنة. من اشعارها داخل السجن: لا تبكي يا رفيقة، لا تدري في الدموع على وجهك الشاحب، غدا يا رفيقة سنرى أبعد صوب الأفق، صوب الشمس المولودة، عذابك بأحشائي أستشعره وقلبي يتمزق. قاومي يا رفيقة، يا رفيقة المعركة، فالجبل في انتظارنا، وكل الطوار وكل الأبرياء وكل الذين يريدون إشهار المواجهة. اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسح جناتك يا كريم. أعزائي، حتى لنا غادي نودعكم، حتى نتلقاو في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ما تنساوش الانضمام للقناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم أي جديد. أصدق التحيات. Bye.